قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. ضربة واحدة طبعا ينوي بهذا التيمم رفع الحدث. بسم الله يضرب ضربة واحدة، هذه الضربة أتى أنه نفخ في يدي، نفخ في يدي وجعل شماله على يمينه ويمينه على شماله، يمينه على شماله، وأتى يمينه على شماله، شماله على يمينه ويمينه على شماله، وأتى مسح يديه. هذا بدأ باليدين قبل الوجه ثم مسح وجهه. ليس لها علاقة أن هذا هنا وهذا هنا، أو ما يفعل البعض هذه كذا وهذه كذا، هذا لم يرد فيه هذا التفصيل، والذي ورد فيه كلها أحاديث لا تثبت. والضربة لم يرد إلا ضربة واحدة، لم يأتي أنها ضربتين، حديث الضربتين فيها كلها ضعيفة. بسم الله طبعا بعد أن نوى، بسم الله ضرب الأرض ضربة واحدة، شمال على يمينه، يمينه على شماله، مسح. وأتى كما في الآية القرآنية وجوهكم وأيديكم فإن لم تجدوا ماء، ضرب ضربة واحدة ثم مسح وجهه ثم جعل شماله على يمينه، يمينه على شماله، انتهى. هذا هي كيفية التيمم، هذه هي كيفية التيمم. وهو ليس فقط يبيح له تلك الصلاة، بل هو دعا وله أن يدعو بعده بأدعية الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، الشهادتين، كل هذه تقول فيها لأنه وضوء. ويجوز بهذا التيمم جميع ما يجوز بالطهارة المائية، بل هو يعتبر رفع للحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر إذا نوى بذلك، كمن أصابته جنابة وفقد الماء أو أن الماء يضره، له أن يتيمم ويرفع به الحدث الأكبر، فهو رافع وليس فقط مبيح. وبالتيمم الواحد يجوز أن يقرأ القرآن وأن يصلي وأن يفعل كل ما تصح به الأشياء بعد الطهارة، كأنما هو متوضئ بالماء. هذا متى يكون؟ لفاقد الماء أو من يضره الماء، كمريض بحريق أو كذا، أو جزء من ما يجب غسله لم يستطع غسله ولا المسح عليه، جاز أن يتيمم له بعد أن يغسل ما يحقه الغسل، يتيمم للذي قد عجز عن غسله ومسحه. هذا بالنسبة للتيمم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.